مجتمع محافظ، فمو بسهولة المرأة عندنا تنطلق وتكون لها مشروع. يعني مثلا على سبيل المثال ترى أنا يعني مسيرتي صار لها 7 سنوات، يعني بالسنة الأخيرة يلا قدرت أنه أنا أثبت نفسي من ناحية تحديات مجتمع، من ناحية تحديات عوائل، من ناحية كثير من الأمور، من يعني قدرت أثبت ثقتهم وثقتي بيهم يلا قدرت أوصل. يعني إحنا مو بسهولة تقدر أن المرأة توصل من ناحية العرف العشائري، من ناحية التقييد الديني، من ناحية هذه الأمور كلها. سابقاً أنا كنت مقيدة، يعني أقولها بكل صراحة أنه أنا مقيدة من قبل ما من قبل أهلي والمجتمع، صح أعطوني حرية اللي هي بس حرية بحدود، ما أعطوني أنه حرية تامة، حرية راسمين خطوط وأنا أمشي عليها. حالياً لا، بديت أكسر هاي القيود شوي شوي. ليش؟ لأن أنا أحس نفسي صرت أقوى. القيادة أولاً تعطي للمرأة شخصية ثابتة وقوية، ما تخليها تخشى أي شيء وما تخليها تحتاج أي أحد بالحياة. يعني هذا أهم نقطة أنا برأيي أشوفها، خاصة أنا كبنية، يعني هذا الشيء جاي يخليني أعاني هواي أمور، يعني من أحتاج أطلع أو أمارس وظيفتي تخليني أحتاج أخ أو أب. القيادة ما تخليني أحتاج هذه العناصر. بدأ يتقبل هذه الأمور وبدأ يشجع على هذه الأمور من كثير، يعني من يعني عكس السنوات السابقة. يعني السنوات السابقة لا، كانت يعني ما كانت مطلعة أكثر، ما كانت يعني ماخذة خلي نقول مساحتها أكثر. لكن حاليا لا، أنا جاي أشوف أنه من تقدم إلى تقدم، يعني من خلال احتكاكي بالنساء.